توفي الوالد فماذا نفعل؟ كلمة نسمعها كثيرا عندما يتوفى أحد الناس ويجتمع أولاده بعد الوفاة. ماذا عن مشكلة التأخر في قضية حصر الإرث؟ ذكر لي بعض الإخوة أن والده حين توفي رحمه الله وغفر الله له ولجميع المسلمين، تأخروا كثيرا في إجراءات ما يسمى بحصر الإرث أو الممتلكات. بعض الأولاد يخشى من سرعة السؤال عن التركة التي تركها الوالد حتى لا يقال عنه أنه كان ينتظر وفاة والده، والعشرات يتركون ذلك ربما سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يبدأون بالحديث عن التركة وماذا ترك الوالد. ماذا عن التأخر في حصر الممتلكات وحصر الإرث؟ الإسلام علمنا أن الموت حق على كل إنسان، والحزن والألم لا يمنع من أن يباشر بعض الإخوة في الإسراع في بيان الإرث الذي تركه الوالد. قد يقول قائل: لماذا السرعة؟ أقول: لأن عددا من المشكلات تظهر فيما بعد وقد وصلت إلى البرنامج، لذلك نتحدث عنها. بعض الإخوة يكون مسؤولا عن الأموال فيستمر في التصرف فيها وكأن الوالد ما زال على قيد الحياة، ثم بعد فترة يبدأ الخلاف بين الإخوة: أنت فعلت كذا، أنت لم تستأذن، أنت تصرفت فيما لا تملك. لأنه بالوفاة تنتقل الملكية إلى الورثة عموما، وسرعة تقسيمها ليس عيبا. الشرع واضح: عند الوفاة تنتقل الملكية إلى الورثة، والأفضل القيام بالإجراءات بشكل سريع وبشكل لطيف. بعد أن نضبط الممتلكات لا يجوز التصرف بمال المتوفى إلا بإذن من جميع الورثة. حتى موضوع الدفن وترتيباته وما يتبعها من أمور، المال الآن مال الورثة. لا ينبغي بحال أن يأتي الأخ الأكبر، العم الأكبر، ثم يقول: سنقيم له عزاء يليق به، فيدفع الآلاف المؤلفة من تركة هذا المتوفى دون استئذان من الورثة. على أي حال، الواجب أن يسأل جميع الورثة عند أي إجراء مالي متعلق بمالهم الذي صار ملكا لهم. وهذا ليس من العقوق وليس من الجحود، ولكنها سنة الله في أرضه. يجب أن نتصرف سريعا في مثل هذه الظروف، ولا ينبغي أن ننتظر إذا ما مضت الأيام قلنا للقائم على المال: لقد أنفقت، ولماذا دفعت، وأنت أسرفت. إن بيان هذه الحقوق عند الوفاة ليس فيه عيب ولا حرام، لأن هذا المال الآن ربما يكون لأطفال قصر، يعني مال أيتام، لا يجوز التصرف بأموالهم إلا على وجه المصلحة المخصصة له. يجب أن يكون هناك وعي عند الورثة وخاصة كبارهم، يجب أن يسرعوا في التصرف ليجنبوا العائلة خطر التفرق. فإذا ما توفي الوالد رحمه الله، أن يقول الأبناء: تعالوا نضع جردا سريعا بما يملك والدنا. لديه اليوم أموال نقدية، لديه أموال في البنك، لديه عقار، لديه بيت. يمكن اليوم بشكل سريع أن نحصي، أن نصور ما لدينا من ممتلكات، ويمكن بعد فترة بسيطة أن نجلس ونضع النقاط على الحروف ونصفي الأمور حسب ما يريد الشرع. في عدد من الحالات تغني سرعة التصرف عن افتراق العائلة، ولا أحد من الآباء يتمنى أن يفترق أولاده على مال تعب بجمعه لهم وكد في حياته وكابد كي يترك شيئا لأولاده. فمما يحزن الأبناء في قبورهم أن أولادهم يتجادلون ويتدابرون بعد وفاته على هذه القسمة: من له هذا ومن له هذا. وهناك الكثير من الأخطاء عندما نجد أن بعضهم يقول: أبي أوصى لي بكذا وأبي أوصى لي بكذا. لذلك أختم بوصايا سريعة: إذا حدثت الوفاة فلنسارع إلى كتابة الموجودات أولا، ثم بعد ذلك نبدأ بتصفية التركة بشكل لطيف حتى لا نختلف، وحتى نحفظ قدر هذا الوالد بعد وفاته. يأخذ كل الأولاد حقه أو يسميه أو يخصصه على الأقل، حتى لا تتداخل الأمور ويتصرف الورثة دون توافق، فهذا مما يرضي المتوفى. غفر الله لي ولكم ولجميع موتى المسلمين. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.